وأبلغ إمام وخطيب مسجد الرحمة بمربع 30 بحي الشقلة شمال بالحاج يوسف الشيخ أبو سفيان مجدي يوسف، أبلغ التيار أن 6 من الشباب المتطرفين التابعين لجماعة مزمي الفقيري يترددون بصفة دائمة على مسجد الرحمة ويثورون الشغب والفوضى. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر هنا في جريدة التيار بتاريخ أول امبارح السبت 16/9/2017 ميلادي وما يوافق هجري، كتبوا صحفي اسمه الهادي محمد اللمين، وهو أحد الصحفيين البارزين في صحيفة التيار السودانية اليومية، وخلاصة الخبر قال: هاجم متطرفون نظاميا يعمل مطربا بإحدى الفرق الموسيقية بعد خروجه من صلاة الفجر وسببوا له الأذى الجسيم، وقال: وأبلغ إمام وخطيب مسجد، يعني هذا المسجد، الشيخ أبو سفيان قال مجدي يوسف التيار أن 6 من الشباب المتطرفين التابعين لجماعة مزمل فقيري، منهم 4 يسكنون خارج الحي، يرتادون على مسجد الرحمة ويثيرون الشغب والفوضى، الأمر الذي أدى لإزعاج الأهالي، إلى آخر ما قال. أول حاجة، هذا الكلام كذب صريح واضح، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا أنا بعرف الشاب ولا 6 شباب ولا 7 شباب العمل العملية دي، سواء كان هم ظالمين أو كانوا مظلومين، ولا عندي أي علاقة بهذه القصة دي. أول حاجة. ثاني حاجة، أنا مزمل عوض فقيري، ما عندي جماعة ولا عندي حزب، وأرفض كل الجماعات والأحزاب التي فرقت دين الإسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم هذا التفرق وهذه الأحزاب وهذه الطرق والجماعات. قال الله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وما في أي أحد من إخواني ولا من تلاميذي فعلوا هذه الفعلة، ولا نعرف أحد من هؤلاء الشباب أصلا، ولا نعرف أسماءهم أبدا، والله الذي لا إله غيره. المسألة الثالثة، المشكلة اللي حصلت دي، الغريب ما في زول في الناس اللي حسب ما مكتوب في صحيفة التيار السودانية دي، ما في واحد فيهم قال أنا من يعني جماعة فلان، أنا تابع لفلان أو تابع لمزمل. فسبحان الله، كيف الزول المكتوب ده إمام المسجد ده، إذا كان صح عنه نقل، أو صحيفة التيار، وأنا بحاكي من صحيفة التيار دي، والكاتب اللي اسمه الهادي محمد الأمين ده الصحفي، وبحاكم كذلك القناة بتاعت S24 سودانية 24، لأنه نقلوا الخبر ده برضو بالكذب، وجابوا قالوا محلل سياسي قال بعد ما قالوا ذي الجماعة تابعين لمزمل الفقيري، قاعد يحلل قال ده التطرف، ولا بد الحكومة تحارب هذا التطرف، وده يا جماعة كذب صريح. والناس زي المفترض، سواء كان قناة S24 أو كان صحيفة التيار أو كان الهادي محمد اللمين الصحفي ده، أو أي واحد حاقد على دعوتنا اللي هي دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية الحقة، وعنده معاها حسابات وتصفية بتاعت حسابات، المفروض ما تكون بالصورة دي بالكذب، لأنه ده كذب. أنا ما أظن أنه في زول عاقل يصدق الكذب بتاع صحيفة التيار دي، أو الكذب بتاع الهادي محمد الأمين الصحفي بصحيفة التيار، أو الكذب بتاع قناة سودانية 24 S24، لأنه ما ممكن أنت بس تفتري تهمة وتلصق في الزول اللي أنت شايفه مزعلك، أو دعوته دي إلى التوحيد وإلى السنة وإلى تصحيح المعتقد وإلى عبادة الله عز وجل ومحاربة عبادة غير الله عز وجل ومحاربة الشرك، دي ما مرضياك لأسباب في عقيدتك في نفسك في أي حاجة أنت اللهم تعرفها، ما ممكن تصفي حسابات بالكذب يا جماعة.
نحن أي شخص قاعد نتكلم فيه، كان لو تكلمنا في الصوفية، لو تكلمنا في الإخوان المسلمين، لو تكلمنا في الشيوعيين، لو نتكلمنا في المؤتمر الشعبي جماعة الترابي، لو تكلمنا في غيره، بنجيب كتبهم ومجيب وسائغهم ومقاطعهم وبنتكلم فيها. فذيل المحرق ومغايظهم، ناس الجريدة دي جريدة التيار، والكاتب اللي اسمه الهادي محمد اللمين، والقناة S24، المحرقون في الكلام ده في دعوتنا دي إنه ما قادرين يحاربوها بالدليل، ونحن تحديناهم كلهم. هذه الجماعات التي تتبع لجماعة الأخوان المسلمين، كل هذه الطوائف، وإن تسموا ما تسموا بصحف ولا بغيرها ولا بجرائد ولا بقنوات، لما ردينا على جماعة الأخوان المسلمين، وده المزعل كثير من الناس الليلة، وردينا على الصوفية وغيرهم، بنجيب وثائق. ما ممكن تفتري كذب وتنجر لك قصة من راسك وتنشرها. النقطة الرابعة يا جماعة، ما ممكن يعني وسائل بتاعت إعلام قدر دي، صحيفة التيار يومية، الصحفي الكبير الهادي محمد اللمين، قناة S24 أو سودانية 24 بما فيها، ما ممكن الناس يكونوا كذابين للدرجة دي ودارين ينصروا مذهبهم وطريقتهم اللي بينتموا ليها بالكذب، كذب بس. هسا الدليل شنو يا جماعة، يا جماهير الشعب السوداني، يا أيها المسلمون في العالم أجمع، الدليل على الكلام ده شنو؟ ناس اتشاكلوا في جامع، قالوا في منطقة الحاج يوسف، والله ما بعرفه ولا بعرف الحاصل شنو، ولا عندي علاقة، ولا بعرف الشاب ده أبدا، ولا الشباب، ولا ستة ولا سبعة. هسا الناس دليلهم شنو علينا؟ دليل نحن اللي عملنا العملية دي، ثم بعد ذاك يلبسونا قال لي بس التطرف، وهم يعلموا يقينا أن التطرف هو عند جماعة الإخوان المسلمين، عند جماعة الإخوان المسلمين. اطلعت منا داعش، اطلع منا عباس الباغر التكفير والهجرة، الكتل الناس في مسجد الجرافة في رمضان، الساجدين الراكعين ضربهم بالرشاش، دين كلهم طلعوا من جماعة الإخوان المسلمين. كلام ده كله بوثائق. فلما يرمون بتهمة التطرف، زي ما قال القائل، رمتني بدائها وانسلت، دارين الصقوة فينا نحن. هم عارفين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين إنه منهج على السنة والجماعة نحن بننتمي له وبندافع عنه وبننشره هو منهج الوسط، وهو بريء تماما من أي تطرف أو غلو أو جفاء، وهو منهج وسط بين منهج الخوارج اللي بيكفروا الناس، اللي هي منهج الأخوان المسلمين اللي ما راضين فيه الكلام الجماعة ديل وغيره، وبين منهج عباد القبور من الصوفية وغيرهم القاعدين يشركوا بالله عز وجل، ما أقول كلهم لكن شيوخهم الكبار. ولو داير أدلة أديك من كتب البرعي، إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، دي في الصفحة 119 السطر الأول من كتاب البرعي. ولو داير أديك من كتب السماء القادرية، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، وغيرها من الكتب يتكلم بوسائق. لقيت كلامي وديني ده مزعلك، ما تكذب، قناة سودانية 24 يكذب علينا كذب؟ دليلكم شو ناس S24؟ ما هو الدليل على إنه نحن مشينا دقينا لنا فنان؟ حصل نحن دقينا زول؟ من الله خلقكم حصل نحن دقينا زول؟ ده كذب، والله الله بيسألكم من الكذب ده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ناس قناة S24 وصحيفة التيار والصحفي الهادي محمد اللمين، المفروض تتقي الله وتخاف الله وما تخون الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وينو دليلك على أننا عملنا الكلام ده؟ ما هو دليلكم يا ناس الجريدة والقناة والهادي محمد اللمين؟ لكن الهادي محمد اللمين أنا قابلته في مناظرة كانت في قناة النيل الأزرق، كانت حلقتين أو ثلاثة، ومعه واحد برضو من جماعة الأخوان المسلمين، وأنا كنت الطرف ثالث، وهم الاثنين كانوا علي، وربنا نصرني عليه وما صار الحق على يديني. ربما يكون ده السبب المزعل، وده غالب الظن اللي أنا بظنه. وصحيفة الديار اتجاه معروف، يعني اتجاه معروف، وقناة S24 اتجاه برضو معروف. وطالما شافوا انه الدعوة السلفية في السودان بفضل الله جل وعلا منهج ماشي قوي، اقوى منهج الان في السودان وفي العالم،
وما مصدقين كلامنا ده، هسه بدل ما يكذبوا فينا جيبونا في مناقشة. انت مش قلتوا الإعلام من برا الرأي والرأي الآخر؟ انتوا اللي قلتوا مش نحن اللي قلنا. ليه ما تجيبني أنا؟ ليه ما تجيب الطرف اللي قال الكلام ده وتجيبني أنا؟ ده كده بيسموه الرأي والرأي الآخر، مش تكذب فيني وأنا ما في وما تجيبني أنا. زي المسرحيات والتمثيليات اللي عملتوها، يقول لك مناظرة الصوفية الشيخ الخنجر أو الشيخ محمد مين الياغوتي أو الشيخ مين دكتور على الدين الصوفي مع سلفي اسمه دكتور مون، وذاك ما سلفي، ذاك أخو مسلم. يجيبوا ضعيف ويجيبوا الصوفي لسانه صليط أصلت من الزول الإخواني ذا، والصوفي يردم الإخواني ذا المسمين سلفي وهو ما سلفي، ويقول لك انتصر التصوف على السلفية. وده حال الليلة معظم القنوات الموجودة المحلية والعالمية إلا من رحم الله، لأنه معظم القنوات ووسائل الإعلام إلا من رحم الله الآن بتخدم أجندة يهودية وأجندة ماسونية لحرب الإسلام الصحيح، ويشيلوا اللباس بتاع التطرف اللي هو موجود عندهم عند جماعة الأخوان المسلمين، يلبسوا للدعوة السلفية المباركة دعوة الوسطية والاعتدال. يا أخي نحن مش بنقول ضرب المسلم أو قتل الشخص المسلم حرام، نحن بنقول كونك تضرب أو تقتل نصراني، مش النصراني كافر أو اليهودي كافر، حرام. تقول لي شنو؟ تقول نحن متطرفين؟ وبنستدل بأحاديث ما بيرضوا بها جماعة الأخوان المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف جماعة الأخوان المسلمين ووسائل إعلام أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل ذميا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يهودي أو نصراني معاهد وذمي ما يجوز تقتله. نحن مش بنرى إنه النفس ولو كانت كافرا يهودية أو نصرانية ذمية ما تقتل، بس نحن بنرى إنه النملة ما تقتل بغير وجه حق. ها رأيكم شنو؟ يا جماعة الإخوان المسلمين، يا الكاتب الصحفي الهادي محمد اللمين، يا صحيفة التيار السودانية الما عندكم إنصاف وعدل، رأيكم شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بمتاعه فأخرج، وأمر بجحر النمل فأحرق بالنار، فعاتبه الله من السماء. عاتب الله نبيا من الأنبياء لأنه قتل نمل، نمل. قال: أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. ده منهجنا الوسطي المعتدل، ونحن أول ناس وآخر ناس لحد الليلة اللي عملنا محاضرة في التطرف في أكثر طائفة متطرفة على وجه الأرض من جماعة الإخوان المسلمين اللي هي داعش. وما أدراك ما داعش؟ هل الهادي محمد اللمين قدر يعمل محاضرة؟ هل صحيفة التيار قدر تعمل محاضرة في داعش؟ هل اس 24 قناة سودانية 24 قدرت تتكلم عن داعش اللي هي أقصى التطرف؟ ما يقدروا. والتطرف ما براه داعش، داعش بجاي متطرفين، والصوفية بيغادي بالجناب الاتجاه الثاني أشد المتطرفين، وانتوا اللي قاعدين تلمعوهم يا ناس اس 24. مش انتوا جبتوا الشيخ الصامت عشان يعلم الناس ويعلم المسلمين الدجل والخرافة؟ رجل كلامه كلام دجل وخرافة، وما عنده أي علاقة كلامه ومنهجه والشيء اللي بيسوي فيه ده، إنه قال صامت ما بيتكلم أبدا أبدا، هو ما أخرس ولا أبكم ولا أطرش ولا أصم، بس كده قال ما قدر يتكلم. يكتب لهم جايبوا بابكر حنين مذيع قناة اس 24 في قناة سودانية 24 ذاتها. منو اللي قاعد يعلم الناس التطرف؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوا من الله عز وجل، وما بتقدر تلبسون اللباس ده، لأنه الحمد لله المسلمين والكفار ذاته عرفوا الدعوة بتاعتنا دي، والدعوة دي منتشرة بفضل الله، وبفضل الله ما بفضلنا والله، لا بحولنا لا بقوتنا. أبشركم يا ناس 24 ويا ناس صحيفة التيار ويا الهادي محمد الأمين الصحفي الكاتب بهذه الصحيفة، أبشرك إنه الكلمة اللي بنقولها بتنتشر أكثر من صحيفتك وأكثر من قناتك دي بفضل الله جل وعلا، ما بفضلنا ولا حولنا ولا قوتنا. فاتقوا الله، تاني بقول لكم
وخافوا من الله عز وجل. ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن والله من هذا المنبر نشكوكم إلى الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى إنه ينتقم منكم فيما قلت فيني وفيما قلت في هذه الدعوة السلفية المباركة. وانتم قالين ربنا ما بيستجيب يا أخي. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء وكأنها شرارة، صححه الألباني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا الله، ما صفوا حسابات حزبية رخيصة دنيئة وتخون الأمانة، أمانة القلم وأمانة الكلمة والكتابة وأمانة الإعلام. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والله لا يحب الخائنين. ربنا قال، ربنا ما بيحب الخائنين، ما تخون، اتقوا الله. وكلامكم ده ما بيزيدنا إلا عز وشرف ورفعة. وأكبر دليل من الواقع أنه بيضطرنا نبين منهجنا للناس، مما يزيد منهجنا وضوحا للناس. وأنا تاني بكرر، جيبوا دليل واحد تثبتوا به أنه نحن دقينا لنا زول ولا ضربنا زول. نحن بيضربونا الصوفية وغيرهم والأخوان المسلمين والتكفيرين بيضربونا نحن، وبيهددون نحن بالقتل. وده الواقع، مش نحن بنضرب الناس، نحن دعاة لا قضاة. نحن بننشر الهدى والتوحيد والسنة للناس، وبنحارب الضلال والشرك والبدعة. انتوا الغايصكم شنو؟ يا قناة سودانية 24، ويا صحيفة التيار، ويا الهادي محمد الأمين، وإمام المسجد أجاكم كذب عليكم وليتوا كذبتوا عليه. المهم الكلام كذب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.